قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقوله أحببت، قيل إن المحبة هنا هي محبة هداية الخلق، فيكون المعنى إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فحذف المفعول، وذلك لأن محبة الكفار محرمة، فيكون أمر هذه المحبة ليست للشخص وإنما للوصف، بمعنى من أحببت هدايته. والمتأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية البشر، إلى درجة أنه عليه الصلاة والسلام يجد من ذلك ثقلا وعبئا في قلبه. قال تعالى: لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أوضحت حرص النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لأن يهتدي البشر. وإذا قال تعالى له: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، قال تعالى: ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى: إنما أنت منذر، وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقيل إن المحبة هنا محبة للشخص، لكنها ليست محبة شرعية دينية، وإنما هي إما محبة طبيعية كما يحب الابن أباه وابن الأخ عمه، فهي محبة طبيعية جبل الإنسان على أن يحب والديه. وقال البعض هي محبة قرابة، وذلك لكونه قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب أن تصل إليه هذه الهداية لقرابته